رامي خذ خذ خذ. هي عادل اتصرفت لي في فلوس الحج؟ ماما النهارده الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك انا حاطط فيه فلوسي اصلا يا ماما. يا ماما حس بيا يا ماما. يا حبيبي ما انت داخل خارج محمل اهو. محمل ايه؟ ده عشان الشهر طلبات الشهر، يعني نقعد نقضي الشهر كله من غير اكل. يا حبيبي كل براحتك، بس في اولويات، اعمل لاخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما. وبعدين انا الحمد لله مظبط، يعني انا كفايه ان انا بكفر رمزي ده لوحده يعني ان شاء الله يدخلني الجنه. عادل عايزك في كلمه. ها؟ طبعا يا حبيبي انت عارف ان كل بني ادم فينا بيمر بظروف صعبه. اه طبعا، واما حد يمر بظروف صعبه الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبه يقف مع اللي عنده ظروف صعبه. حس كده بقى، نجلاء اختك الصغيره بتمر بظروف صعبه جدا. انت عارف طبعا البنت صغيره وطايشه وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحده ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزه حاجه تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو. بابا عايزه 30 جنيه. اه وانت عايزه الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هديه للمدرسه. بمناسبه ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هديه يعني؟ انا مش فاهم انا، وكل شويه هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم. ما انت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الاول. ايوه ادفع اللي عليا ايه وبجيب وادي ايه؟ دي طلبات الشهر يعني الحق عليا. عادل صحيح افتكرت يا حبيبي، عايزه 10 جنيه عشان اجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما انا جايب الدجاج نفسه اهو، وادي طلبات اهي كل، ادي الخل وادي الزيت وادي طماطم وادي الفراخ اللي هتعملي عليها المرقه اللي انت عايزاها، وادي البرتقان اهو اللي انت قلتوا لي عليه، وادي موزه اهو ولسه موز فريش اتفضلي، وادي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج، جايب لكم كل حاجه، يعني انا مش حارمكم من اي حاجه، مش مقصر معاكم في اي حاجه، وكل شويه هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ شفت يا عادل؟ عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك، امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش انا السبب. انت السبب فين ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا بيستجاب لي دعاء، بأمارة ان انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه كلتيه وهو سهل وخايب نايف ني كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا لو حطهم ناقصين هتزنق. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. هو لا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه يرميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك، انا ما ربيتكش على كده، احنا نستنى ساعتين ثلاثة لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعة، بس انا عايز اقول لكم حاجة، مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا. تن تن يا رن تن تن. اوبا انزل على المسرح وهات اللي عليك. انت بتتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده يا سيدي الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عاملين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخويا؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا ايه؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول.
المهم ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتك على الله. طب نصيبه دول واحده بس واحده بس دول اتك على الله. ايه ده ايه ده الظلم ده؟ اتك على الله يلا واحده بس يلا يلا خلاص انا سالتك وخلاص. طب دول لا. طيب دلوقتي يا جماعه عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعه انا كنت نسيت كيس اسود. خير يا دولا. صباح الخير. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار ابيض ده انا اتأخرت قوي لازم اكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي ريح لك يوم. وايه ده؟ ده الفطار. فطار؟ هو المطعم قافل؟ لا. انت هتحلقي لي ولا ايه؟ لا يا حبيبي كل الأول. اكل ايه؟ لا مش هينفع اكل انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الأول وبعدين انزل البازار. ايوه اصل انت مش فاهمة رمزي. عاوز ايه؟ انا دولا حبيب قلب ابن عمي ما جاش النهارده فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. ايوه يا رمز خش يا رمز. دولا حبيبي الف سلام عليك يا دولا. الف سلام عليك. انت ايه جايبني هديه من البازار بتاعي يا غبي؟ خش خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب الهنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغاية دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم؟ اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه؟ مرات الضابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ اقول لك ايه بقى؟ انا عندي فكرة كويسة جدا. احسن حاجة تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2.5 جنيه ده. لا يا عادي. احسن حاجة تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولا انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا. احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده اهو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ وسابق لاوانه قوي يا اخوانا. ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هتفضل جوه في الجلاب. يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال تعال تعال. دخل تسرقنا واحنا قاعدين. صح استنى بالليل وانت نايمين صح؟ ايوه وانا هفتح لك. ماشي يا حاجه ابعتهم لك على طول. ماشي عينيا مع السلامه. بس بس يا عم وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج اتفضل. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله الحمد لله. صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ بل هقول لحضرتك حتى بالاماره كان فيها فلوس كتير. او كان فيها فلوس كتير. فلوس كتير. اثبت يا عم ربيع اثبت. طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع؟ كانوا دولارز. دولارز؟ أيوة. وكمان بتتكلم انجليش؟ ايوه حضرتك دي اللغه الام بتاعتي. دي حضرتك اللغه الام. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا لازم من المطار عليك على طول. والله ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني. والله صف تاني. خايف يعني ان الطياره تتكلبش مش كده؟ فعلا. لا انا عينيا ليك اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله. الاسم اثبت يا عم ربيع. يا عم ربيع يا عم ربيع. لا حول ولا قوه الا بالله. راح عم ربيع المسحراتي. بس ما يسحرها في رمضان دلوقتي. لا ما تقلقش على رمضان. انت رمضان كله هتبقى صاحي لان انا هكون طردتك من البازار. شوف لك بقى وظيفه. بتضحك عليا؟ معلش معلش دول انا منحرج منك يا دول. انا منحرج منك بس الجوع وحش. الجوع وحش وانا عمري جوعتك يا رمزي؟ جوعتني كتير. هاي رمزي. هاي هاي. انا عملت زي ما انت قلت لي امبارح. ايه بقى؟ ايه بقى؟ خدتها وطلعت على ثلاث مريوطيه بس.
ما جابتش نتيجة. حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ أصلا المرة اللي فاتت شفت التمثال ستايل تحفة تحفة، بس انت وضبت المحل ولا ايه؟ يا عم ما وضبناش ولا حاجة، ولا نقلنا حتى تمثال مكان التاني يا عم. استنى يا رمز، يا أستاذ انت عايز ايه بالظبط؟ بقولك ايه، انا هنا امبارح سبت كيس اسود بلاستيك، عايزه ليه؟ جايله ليه؟ ما يخصش حد. الكيس فين؟ انا رمز اتصرف يلا اتصرف يلا. اتصرف دلوقتي اتصرف؟ اشمعنى بقى قبل كده كل شويه تقعد تقول لي ما تتصرفش من دماغك، ما تتصرفش كده. محدش هنا هيطلع بره غير لما يظهر الكيس. طب اسمع كلام مين فيكوا دلوقتي، اطلع بره ولا لا؟ اسمع كلام البيه، ما تطلعش بره يا حيوان. اصل ده غبي شويه، معلش حضرتك. خلي نفسك بركات. استنى 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 حضرتك، ممكن ينزلني الاول بعدين يسلم نفسه؟ نزلني يا بركات. شكرا قوي، انت على طول بتيجي متاخر كده، سعاده الباشا ده كان هيموتني. احنا جينا في الوقت المناسب، وعلى فكره انت ليك نسبه 10%. ربنا يخليك يا باشا، كويس ان انتوا جيتوا، ده انا رن لكم من بدري. مين الاخ ده؟ ده سيادتك، ده رئيس العصابه يا باشا، اسمه رمزي، وبركات ده هو اللي شغال معايا. انا دولا؟ اه انت. انا دولا؟ دولا يا رمزي. خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجة. اقعد. مفيش حاجة اقعد؟ يعني انت بخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجة؟ اصل بيني وبينك يا دولا، يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد شجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. اللي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمز. تخصم لنا ايه دولا؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 ايام يا رمزي، ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. لا انت مش بتقول بكرة، احنا ولود النهار. ولود النهار؟ 4 ايام خاص ما يا رمزي. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه، ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده، هو من غير ما حد ابدا. لا مش هو. مش هو؟ انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنة نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه دولا؟ الحب الاول؟ الحب الاول؟ هنهزر. 5 ايام خاص ما رامز. 6 ايام بتزود؟ ماشي ماشي. ده يا ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هو. بس يلا بس يلا. صباح الخير، مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الاستاذ حمدي عجلان؟ ايوه. اي نعم هو. حضرتك انا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر، وعندي بازار جنب القهوه، يا ريت اقدر اعزم حضرتك على اي حاجه يعني. لا لا لا، في الحقيقه مش هقدر اشرب اي حاجه. لا 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 لا، ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. لا حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجه يبقى كانك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائيه وعفويه. على فكره انت فنان فطري. لا لسه ما فطرتش والله، بس مهفوقه، ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطريه والفطور. الفطريه والفطور، يعني جناس ناقص. جناس ناقص. على فكره صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي انت اسمك ايه؟ الاستاذ رمزي. رمزي. تعرف يا رمزي ان بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي انها بتنتمي للمدرسه الرمزيه؟ على اساس هو رمزي ورمزيه. عارف حضرتك والدته برضه الله يرحمها كان اسمها رمزيه، كانت مدرسه برضه. ما انا علشان كده كنت بزوغ من المدرسه. امي بقى. اشربوا ايه يا بهوات؟ تشرب ايه يا ريس عجلان؟ اشرب حاجه على ذوقك. على ذوقي حلبسه. يا 5 حلبسه. حضرتك يعني انا
حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش اي دواوين جديدة لحضرتك. واضح ان حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحلة مخاض فكري للاندماج اثناء ولا ايه؟ انت مش هتفطر يا استاذ عدلي؟ عدلي بيقولك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وانت يا استاذ رمزي هتفطرني ايه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر هات. يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. سبعه ايام خالص. طقم سلطات مع سائح بكده تكتمل الصوره. دولا انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجلشنا بقى. رجلشكو ده انا هروقك. حضرتك ايه رايك على ما الاكل يجي يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر ها؟ هيكون في لحمه؟ ان شاء الله هيكون في لحمه. حضرتك يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشاره المرور والدنيا زحمه جدا وهو متاخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيخصم. ممكن اقول رايي؟ اتفضل. ممكن تكون اللحمه موزه ضاني بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. انا اؤيد هذا الاقتراح. وانا اؤيد هذا الانسان. وانا بخصم لك 8 ايام. حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوه تقول فيها كل قصايدك وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقوله؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. وبعد بقى اما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى الاهواجي؟ ها ماشي حاسب الاهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باين. 9 والاهواجي يومين يبقى 15 يوم. يا سناء يا نجلاء يا طنط انعام يا ياسمين احضرونا. ايه 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 جرى يا رني؟ واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بيننا، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي. قول يا ستي عمل ايه سعادل تاني؟ سعادل عايز يعمل ندوه شعريه في البيت. بدل ما تعمل لنا حله شعريه باللبن والسكر نتعشى بيها، رايح تعمل ندوه شعريه؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومه من الاكل. ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الاكل. وبعدين ندوه شعريه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان انا اعمل ندوه شعريه؟ الاكره بتاعت اوضتي اتكسرت، عاوز اجيب نجار يصلح. وبالمره بما ان النجار جه يعني خليه يصلح لي درفه الدولاب بتاعي. كل ما قفله تتفتح كل ما قفله تتفتح، عايز يكون في عفريتي عادي. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي. كلام الفاضي. وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه، ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر. فاشل في الشعر؟ انا مش فاهم، في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور. وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت، يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه. وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه، مدرسته مللو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير. الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط، ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. بسم الله ما شاء الله، ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه؟ فعلا ابو نواس ده كان بيطير
في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفة يعني. ودلوقتي يا جماعة بجد بجد، الشعراء دول لو جم هنا البيت أنا مستفيد، لأن أنا ممكن أبيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم ما أحسن. يا ابني أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول شعر. أقول لك شعر أبو نواس بيونس الناس، بح يا قفة يا قطة. ها هو أي كلام وخلاص. بص يا جماعة أنا فعلا غلطان إن أنا فكرت أجيب الشعراء دول هنا، كنت عايز أدي قيمة تانية مختلفة للبيت. اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجه مظبوطه عشان الخطبه اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبه، افهم بقى، اسمها تمسيه. الخطبه دي مظبوطه. بس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في المسا ده. انا عينيا ليك يا حته، بس اهم حاجه عايز القهوه النهارده منضبطه، مش عايز فيها اي دوشه، عشان نعمل الندوه بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. مقضيه. شغل لي تمسيه. تمسيه مقضيه يا دول. اهلا اهلا، الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده، ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه. عنده حس ضعاف شعبيه. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، حيث تدارنا دواتنا اليوم من هذه الترابيزه ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه يا عادل، بلاش ربنا يتمم بخير دي، بص بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي استاذه في علم الجمال وباحثه اجتماعيه، اما الاستاذ ابراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في اهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخة الحظ بتاعتنا، لما يتحط اهداء في ديوان اي شاعر ما يبيعش اقل من 50 نسخة. يا 50 نسخة، ما شاء الله. اهلا وسهلا استاذ فسوخة. اهلا وسهلا يا دكتور. والله يعني انا صراحة مش عايز اعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده، شكسبير، قال ان الوردة ايا كان الاسم، يعني مهما يكون اسمها ايه، يعني ستنشر عطرا، يعني هتملى الاوضه ريحه بقى. هو قصده يعني يقول تعرف فلان، اعرفه، قريت شعره. لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت؟ انا عايز اقول ايه، مالكش دعوه خلاص. يا جماعه انا هقول لكم قصيده من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي، ربنا يستر بقى. انت مش قلت لك ان في عشاء استاذ عادل؟ عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر ولقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل، سمعنا، اشتقنا والله، عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع، ومحدش عارف هتعملوا له رخصه ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غاليه. استاذ عادل. ايوه يا سيدي، عارف، بالسكر، لقمه القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا اديني الندوه؟ انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان، يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم الاستاذ عادل، شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيده اللي هلقيها بعد ما نشوف ماتش الاهلي. ماتش الاهلي ايه حضرتك؟ لا حضرتك، واحنا هنركز مع الماتش، احنا جايين نعمل الندوه، انت ناسي ولا ايه يا استاذ عجلان؟ طب ما هو بتركه فنان برضه. مش ده ماتش الاهلي وطلخه؟ ايوه، يعني هنسيب الندوه ونقعد نركز في طلخه؟ طلقه ايه اللي نركز فيها يا اخوانا؟ طب يا دوله، طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا اما الندوه يا اما اللحم.